دوري الأبطال صعب، دوري الأبطال صعب جدا، دوري الأبطال صعب جدا جدا جدا. تساءل كيف لريال مدريد أن حقق هذا اللقب في ثلاث مرات متتالية؟ بالله بالله، كيف لريال مدريد حقق هذا اللقب بثلاث مرات متتالية؟ أربع في آخر خمس سنوات. ناس تحوس، صار لها سنين مو بقادرين يوصلون نهائي، مو بقادرين يحققون اللقب. قدموا كل شيء.